نوال الزغبي برصيدك اليوم أكثر من 13 ألبوم وعدد كبير من الأغاني المنفردة والناجحة اللي كرستك نجمة مميزة. وحياتي عندك صدقني أحب غيرك ليه؟ ما أنت حياتي ونور عيني من غيرهم أعمل إيه؟ ليه كل ما عد ما بينا بتغير في الكلام؟ أنا عايزة أرد حالك يا القرب يا الخصام. بلاقي في زمان اللي بعيشه بلاقي في أمان اللي بحسه محلى الغرام قرب وخصام واشتقت قرب والشوق جميل. دم عليك دمع الندم غالي خاطر عينيك ضيعت انا حالي وكنت اظن انك حبيبي. مع عينك يلتهواني ما تفارقني لو ثواني مالو مع عينك يلتهواني ما تفارقني لو ثواني تحمل همي وتشغل بالك تتمناني دوم جبالك. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد. طول عمري بحلم يا غالي ان انت حلم الليالي من نظرة غيرت حالي وقلبي وروحي دايما معك والله. اللي تمنيته باحلامي دلوقتي لقيته عام 2011. عودتها للجمهور كانت كتير قوية ومن خلال ألبوم جديد حمل عنوان معرفش ليه قلب المقاييس وأكيد كرسها من جديد نجمة ذهبية على الساحة الفنية. أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي، عم بحكي عن نجمة كتير كبيرة اسمها نوال الزغبي لعام 2011 أفضل فنانة لبنانية. اللي مشي عسك وقتا وما حكي قال لي شي أي شي كان أهون علي كتير. نزل من شهرين تقريبا ما زال في المرتبة الأولى في الفيرجن. الحمد برأيك لله. الحمد لله طبعا. تستاهلين أكثر. بس برأيك الحمد لله. نوال الألبوم هو المرتبة الأولى بالفيرجن ميجاستور بلبنان، بالفيرجن ميجاستور بالأردن، بسوريا وبدبي. هيدا هيك الاكتساح على سوق الألبومات وسوق السيديات إذا بدك. قديش حلو شعوره يعني، قديش هيك بيعطي سيلف استيم يعني بيرضيك انه اكيد انه مثل ما قلت لك انه بعد تحضير فتره طويله يبقى الفنان على اعصابه يعني بده
يسمع دغري النجاح وبيبقى ناطره يعني بيلهفني، والحمد لله هالشعور كثير بيريحني وبيسعدني كثير، وهذا الشيء بدي اتشكر اكيد الناس اللي حبت الالبوم والناس اللي تعاونت انا وياهم بالالبوم. نوال صورتك لفين لحديت هلا من ألبومك الجديد، وألبومك حقق أكبر نسبة مبيعات بالفيرجن وصرحنا فيها ببرنامج واتساب على الأو تي في. نوال الزغبي، نحن بنعرف قديش ألبومك من أول ما طل قديش كان مرسوم لقاله هيك النجاح، وكان كل أغنية وناجحة حتى قبل ما تتصور، هذا الشيء بخليك تكون كتير سعيدة أكيد. نجاح ألبومك الأخير معرفش ليه وتصدر المراتب الأولى. الفنانة أيضا لافت في البومج بالرغم يعني نجاحها الكبير، مع أنه ما تزامن مع صدور فيديو كليب في نفس الفترة، ويمكن هذا شيء نادر يسوونه الفنانين، ما أعرف هذا التحدي نعتبره ثقة بأن الألبوم ناجح 100%. بصراحة أول مرة بقدم عمل ألبوم جديد بدون ما صور فيديو كليب بيتزامن بنفس الوقت، وبمجرد أنه عملنا أغنية لفنانة عندها الجمهور الكبير وعندها الانتشار الكبير وهالأرشيف المميز، ما بتروح على دولة عربية إلا كل الناس تحلف بحياتها وبتحبها وبتحب أغانيها، كان شيء طبيعي إنه نحن السنة نتوفق بجائزة أفضل شاعر وأفضل ملحن عن أغنية 1100، لأنه 1100 غنتها الفنانة نوال الزغبي. أيضا بتفوز فيها النجمة نوال الزغبي عن أغنية 1100 من كلمات الشاعر فارس اسكندر وألحان سليم سلامة. ألف مبروك لنوال. من قوة الألبوم، شو السبب أن الألبوم ما زال في المراتب الأولى بالرغم من أن مرن عليه شهرين تقريبا؟ أنه أي عمل الفنان بيقدمه وبيكون بالمراتب الأولى شهور يعني هيدا دليل نجاح الحمد لله، و يعني ما في خبرك قديش أنا مبسوطة بعد تعب 3 سنين تحضير لهالألبوم. يعني أنا معي خبر أنه أفضل فنانة لبنانية وألبوم، بصراحة أنا تفاجأت بهيدي الجائزة اللي هي أفضل أغنية 1100. طبعا هيدي الأغنية أنا حسيت أنه كنت جريئة بإني أقدمها، وكان لها صدى سريع كتير 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 كتير، الحمد لله أنه لقيت نجاح والناس حبتها. أنا بدي أتشكر سليم سلامة وفارس اسكندر لأنه أبدعوا بهالأغنية، ويعطيكم ألف عافية. مرسي نوال، عن جد أنا بدي وجه هالنجاح لإلك، لأنه نجمة كبيرة مثلك دايما بتضل بالطليعة من هلا لنوقف كلنا. الألبوم المنتظر، الألبوم الحدث، ألبوم نوال الزهري. ما عرفش ليه يمكن صاروا اكتر من 1100. نوال الزغبي سمعني صوتك يا الحنون. نوال الزغبي هنا القاهرة وحبيبي انا، يا ريت يوم اللي مشي رجاك خليه. انا كتير سعيدة انه موجود الليلة هون بهيدا التكريم الكبير. انا على طول بقول وراح ضلول انه ما بشتري جوائز، اكيد هيدي جائزة انا اخذتها بتقدير وبنجاح، وكنت عم بتحدى نفسي بألبوم ما عرفش ليه، اكيد يعني بعد 3 سنين غياب. انا بتشكر كل اللي دعموني وكل اللي اشتغلوا معي بهالألبوم، وبدي اتشكر الاعلام، بدي اتشكر ميلودي. ثانك يو. هذا انا نوال الزغبي.